فمع الله ما في زكي. أحياناً يعني إنسان بيكون مختص باختصاص نادر جداً، عنده وهم أنه هو لن يصاب بمرض من اختصاصه. الذي يلفت النظر أن معظم الذين يعتدوا باختصاصهم يصابون بأمراض من اختصاصهم. معظم الذين يعتدون بأموالهم يصابون بمصائب لا تحل بالمال. واحد أنا أظنه صالحاً بس أخطأ، قال الدراهم مراهم، بس طبعاً هي ليست آية ولا حديث، هي الدراهم مراهم تحل بها أي مشكلة. أقسم لي بالله بقي في المنفردة 64 يوماً وبلا سبب، بلا سبب مقنع وبلا تهمة ظاهرة. وفي هذه الأيام 64 يأتيه الخاطر في اليوم 10 مرات، الدراهم مراهم. تفضل تفضل. إياك أن تعتمد على مالك، ولا على قوتك، ولا على جاهك، ولا على صحتك. قال واحد أنا ما بموت، بطول لموت. سألوه قال له أنا شوف وزني خفيف رشيق، أكلي معتدل، كل أكلي صحي، أمشي كل يوم، وما عندي هموم، روحي مرحة، وكلامه علمي صحيح. هذا الكلام يقتضي عيش 100 سنة. قالها السبت الثاني كان تحت التراب. إياك أن تعتد بشيء، لا بصحتك ولا بعلمك. خطب خطبة رائعة، نزل ليقرأ يصلي، قام بدأ بالآية، نسي الفاتحة كلها. إياك أن تعتد بعلمك ولا بصحتك ولا بمالك، ولا تقول ابني قد يذهب إلى بلاد بعيدة ويتجنس ويظن عليك باتصال بالسنة مرة، وضعت كل ما في عند كل ما تملك من أجله. لا تعلق على أحد أملاً. لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. علق أملك بالله وثقتك بالله، ولا تخف إلا الله. الشرك الجلي أن تخاف مما سوى الله، الجلي، وأن تطيع ما سوى الله، وأن تتأمل ما عند غير الله، هذا شرك جلي.